كوباية شاي وتعاليلي. يلا يلا مفيش وقت. انا جيت. انا مش عارفة اعيط ولا اضحك. انا بعد ما صورت الفيديو وقفلت وقلت لكم باي باي واعملولي اشتراك مش عارف ايه، وكوباية الشاي خلصت يعتبر في الفيديو كله، لقيت الفيديو ما بيسجلش. لقيت الفيديو ما بيسجلش. هعيد كل ده تاني، هعيده تاني، هعيده تاني. دي يا سارة، ايه دي يا سارة؟ اللي مش هيتفرج على الفيديو ده ويعمل لايك واشتراك هشوف يحصل ايه، عشان انا دلوقتي في حالة هستيرية من المجهود اللي عملته. انا كنت بكلم نفسي، انا كنت مجنونة من 5 دقايق. النهاردة حبيت اتكلم معاكم عن مدة خريف 24-25. الخريف بيعدي. طب ماشي عادي، نتكلم عن مودة شتاء 24-25. هتكلم اقول ايه فيها، يعني هقول الالوان اللي طالعه موضه، وهقول الستايلات اللي طالعه موضه، وهوريكم انا اشتريت ايه، وهقول لكم المكان والاسعار كمان. ف كوبايه الشاي وتعالي. انا شربت بتاعتي اصلا في الفيديو اللي فات. يلا يلا. انا لقيت الوان كتيره منتشره على النت الايام اللي فاتت ان هي طالعه موضه، فانا حاولت اجمعها لكم. وفي حاجات انا فعلا اشتريتها من الالوان الموضه دي عشان هي حسيت ان هي لايقه عليا. فحاولي تختاري من الموضه الحاجه اللي هتناسبك وتليق عليكي، اي حاجه تانية ارميها. تمام. اللون اللي طالع موضه قوي هو اللون النبيتي الغامق، النبيتي الغامق زي ده كده. اللون ده طالع موضه قوي وما كانش منتشر، يعني هو انا حاسه ان هو ما كانش منتشر، اللي هو النبيتي الغامق قوي. بصراحه انا اول ما شفته قلت لا ده لون مش هيليق على حاجات كتير، بس بعد كده اكتشفت ان هو بيليق على حاجات كتيره قوي. بيليق على الرمادي، بيليق على البني، على الاسود. انا خليني في منطقه الامان ان انا بلبسهم الاثنين لون بعض، بلبس الطقم يكون لون واحد. بيليق على البينك، بيليق على التايجر، بيليق على الابيض، بيليق على اللبني، بيليق على البيج، بيليق على حاجات كتيره قوي. شوفي اللون المناسب ليكي واللي هيحليكي والبسي عليه. اللون التاني اللي طالع موضه اللون البني. تعرفوا ان انا كنت بكره اللون البني ده زمان، اكيد قلت لكم كذا مره ان انا كنت في ابتدائي نفسي اروح اعدادي بمجرد بس ان انا اغير لون البني للرمادي، بس دلوقتي بقيت بحب لون البني. بيليق بقى ايه على البني؟ بيليق البيج، بيليق الزيتي، بيليق الكحلي، الاسود، الجينز، التايجر. عرفوا بقى اكتر لون بحبه على اللون البني هو ايه؟ اللون الاحمر. هحاول كده ادور لكم على صوره فيها اللون الاحمر مع البني عشان تتخيلوا اللونين مع بعض هما حلوين ازاي. هدور عليه. تالت لون طالع موضة اللون الرمادي. لون الرمادي لون حيادي، فبيليق على اي لون عادي، اي لون يعني ابيض اسود اي لون في حياتك هو لون الرمادي، والبيج بيليق على اي لون في حياتك. اللون اللي طالع موضة الاسود والاورنج والاصفر. ايه تاني؟ اللون الزيتي. اللون الزيتي طالع موضة قوي. انا ما كنتش بحب لون الزيتي السنة اللي فاتت، بس من نهاية السنة اللي فاتت بقيت بحبه وبقيت بشتري حاجات لونها زيتي كتير اللي هو اللون ده. ثانية حتى كنت بص كنت رفسة. اللون الزيتي بجميع درجاته طالع موضة وبيليق على حاجات كتير قوي. بيليق على البني، بيليق على التايجر، على الجينز، على الاسود، على البيج، على الابيض، على اللبني، بيليق على كل حاجة برضه، على البينك، على الاحمر. بصي من الاخر، بصي على الشجرة وهتلاقيها الوان الورد كلها هتلاقيها على اللون الزيتي. اسهل حاجه ممكن اقولها لك. طيب الستايلات بقى اللي طالعه موضه ايه؟ الاوفر سايز، كل حاجه واسعه عليكي هتنفع، فانت تدخلي على بلان مامتك هتبقى كل حاجه كبيره عليكي والبسيها. طالعه موضه محدش هيعرف يتكلم معاكي. انا ساعات بلبس حاجات واسعه، بس ساعات بحب ان انا البس حاجه مقاسي. فبرضو هرجع لنقطه ان احنا هناخد من الموضه الحاجه اللي هتريحنا. انت عندك حاجه كبيره البسيها كده كده هي طالعه موضه، عندك حاجه مقاسك البسيها. تمام. تلبسي جاكيت الجينز، تلبسي جاكيت البدله، تلبسي التيشيرتات، سويت شيرت، بلوزات اوفر سايز، ما عندك مش حدش هيتكلم معاكي. بناطيل لا، انت عارفه ليه؟ اوعي تلبسي بنطلون اوفر سايز عليك. خلينا في منطقه الامان، مش ناقصين مشاكل في الشارع. اللي طالع موضه كمان الجيب الليس او الدانتيل او التول الشفافه. انا بقالي 20 يوم كل يوم بنزل شورتس وريلز على الحاجات دي عشان انا اشتريت جيبه اصلا طول دانتيل
كنت جايباها اصلا بقى يعني سرفتت من على النت من ماركت بليس عادي، وما اعرفش ان هي طالعه موضه. انا شاريها بقالي 3 شهور وطقت في دماغي ان انا البسها الايام دي، وعلشان هي مركونه عايزه البسها. فكنت بجرب معاكم، ناس عجبتهم وناس لا، اكتشفت ان هي طالعه موضه. يعني انا اكتشفت كده، يعني كنت شاريها عشان هي طالعه موضه، انا اكتشفت انا اشتريتها عشان حبيتها. يعني حسيت ان هي ايه، اغير من دولابي شويه. فانا بختار من الموضه الحاجه اللي انا بحبها والحاجه اللي هي مريحاني. تعرفوا ان انا عندي زي حاسه سادسه كده، بشتري الحاجات مثلا اقول ايه، انا عايزه اشتري حاجات جديده في دولابي، اشتري الوان وستايلات جديده. في الاخر خالص اكتشف بعد 3 4 شهور ان هي اصلا موضه، وموضه السنه دي والناس بتتكلم عنها كتير، بس انا فعلا ببقى شارياها عشان هي عجباني مش عشان هي موضه، فبتبقى في مصلحتي برضه. طلع موضه بقى الجينز على الجينز، زي حنف القبهه كده. انا طول عمري بلبس الجينز على الجينز من ساعه ما كنت بتفرج على حنف القبهه من وانا صغيره، فهي طلعت موضه فكويس، هطلعه من الدولاب البسه تاني عادي. اللي طلع موضه برضو الجواكت البدل الاوفر سايز شويه على براطيل الترنج اللي هي الاديداس، بس انا حاسه ان صعب ان انا البس الطقم ده، صح ولا انتوا شايفيني كساره ممكن البسه؟ مش عارف. الجيب الستان والكساتين الستان على البروفل والحاجات دي طبعا لسه مكمله معانا في الموضه. طيب القماش اللي طالع موضه ايه بقى؟ الشمواه والجينز والقطيفه باكتساح. الشمواه والقطيفه بطريقه انيقه يبقى شكلك حلو، لو انت لبستيها بطريقه مش مناسباكي هتحسي ان انت خارجه ببيجامه البيت، فنخلي بالنا من النقطه دي قوي، وهقول لكم انا جبت ايه عشان اعرفكم انا قصدي ايه. وبكده انا قلت موضه الشتاء 24 25. تعالى بقى اوريكم انا اشتريت ايه ونرغي شويه انا جبتهم منين كمان. اول حاجه اشتريتها معاكم وهي الجاكيت ده. بصوا الجاكيت ده لونه حلو قوي. انا عندي جواكت بدل كتير، انا بحب اشتري جواكت بدل كل سنه بشتري، بس بشتريهم رمادي او اسود او بيج، اول مره في حياتي اشتري الوان. انا كنت نفسي يبقى واسع عليا شويه، بس هو جاي مقاسي بالملي. ماما هتتبسط قوي عشان هو تقول لي البسي مقاسك، بس ماشي هفرح ماما. بصوا تفاصيله، بصوا عامله ازاي، لونه حلو قوي، تحس ان هو انا مش عارفه اللون ده ايه، عنابي عنابي فاتح مش عارفه. بصوا ده كان براند بولاند بير، وهلبسه بقى لسه في الشتاء بقى، هطقم له طقمي كده في دماغي. انا بحس ان انا ممكن البس عليه اسود. بص هو اصلا محطوط تحتيه فستان بالصدفه اسود يليق عليه عشان لايق على التيكت. تعرفوا ان انا ساعات باخد اطقم يعني اطقم الجاكيت ده عن خلال التيكت اللي عليه، مش بهزر. ساعات برقي الوان التيكت لايقه على الجاكيت، اقوم جايبه الوان التيكت لابساها، ما هم مديني الفكره اصلا، هم مغششيني اساسا. عادي يعني ساعات بشغل دماغي. بصوا بقى الجاكيت ده انا اشتريت عليه طرحه في الوقت اللي انا اشتريت ده، يعني كنت بتخيلهم مع بعض. بصوا طرحه عامله ازاي، بصوا بصوا بقى نفس اللون بالظبط. بصوا ده، بصوا حلو قوي صح، حلو قوي. يعني الطرحه دي بقى انا شاريها علشان في طقم تاني انا شارياه يليق عليها برضو، يعني انا جايباها لطقمين، توفير اقتصادي انا موفره. كل دعوه بالله الفستان اللي تحتي تمام، عشان هو جاي بالصدفه كده شماعاتي قليله باين، فانا بحط حاجات فوق بعضها. بصوا ده اللون الليبيتي او هو ليه اسم تاني اسمه برجندي حاجه كده، او عنبي غامق خالص. ده طالع موضه قوي، وانا قلت لكم ان الشمواه طالع موضه، فانا جبت 2 في 1. شايفه الطرحه برضو لايقه عليه قوي، يعني ممكن البس على اللون ده الطرحه دي، او البس طرحه ليبيتي ستان هتبقى حلوه قوي برضه. يعني على حسب بقى الطقم عملي ولا لا، كده اشوف انا رايحه فين. بس بصوا اصلا الجاكيت عامل ازاي، بصوا عامل ازاي. واشتريت البادي التايجر ده عشان التايجر والانيمال برنت طالع موضه قوي السنه دي، وبيليق على اي حاجه. انا لبسته على ابيض وجينز، فهو عملي قوي بالنسبه لي. ده كان براند بولاند بير، وبلبسه في الشتاء. هتقولي لي بلبسه ازاي في الشتاء وهو طول؟ يعني ساعات بيبقى عندي هيكون شتوي تقيل، بس هو قديم ما ينفعش يبان، فبلبس عليهم ده عشان اصلا اساسا ما فيش هيكون شتوي بيبقى مرسوم عليه او متطرز، قليل قوي لما بلاقي، على طول بيبقى في الصيف، فانا بشغل دماغي برضه البسه تحتيه شتوي وبنزل بيه عادي جدا، وبيبقى شكله حلو ما بيبانش، ده اللي بيبان بس. تشغيل دماغ، تشغيل دماغ. شاريه الحاجات منين يا ساره؟ شاريها من على صفحة على الفيس اسمها السوق الأوروبي وان بيس، أنا قلت لكم كذا مرة عليها وبشتري منها حاجات كتير، بس اشتريت بقى السنة دي للشتاء الحاجات دي منها.
بصوا، هي نظام الجروب عندها بيبيع وان بيس، يعني قطعة واحدة ممكن تلاقي حاجات شبه اللي انا اشتريتها، تمام. وهي منزلة دلوقتي كوليكشن حلو قوي للجواكت بصراحة يعني، وانا بدأت افلس منها، فخلوا بالكم. المايك فصل فاسمعوا، مش عارف بص اللي مش هيعمل لايك عشان اتبهدلت اتبهدلت. وعلى فكرة انا خست شوية عشان انا كنت عيانة، بس الحمد لله خفيت، فقلت اطلع لكم بقى. انا بقيت كتير قوي ما عملتش فيديوهات يوتيوب، بقى لي اكتر من شهرين. استنوا الفيديوهات الجاية عشان لسه هطقم اللبس اللي انتوا شفتوه ده، هلبسه بقى وهخرج بيه. انتوا عارفين انا كده كده بوريكم يعني اغلبية اللبس اللي انا بشتريه بلبسه ازاي، عشان لو انت هتستخدمي فكرة عجبتك او حاجة. وكده الفيديو يكون خلص، ولو عجبك اعملي لايك واشتراك، و استنوا الفيديوهات الجاية. يلا باي باي.